Уважаемые فخامه الرئيس للجمهوريه الجزائريه المحترم، ايها الاصدقاء المحترمين، يسرني هذه الفرصة أن ألتقي معكم على هامش فعاليتنا اليوم ومع الوقت المرافق. إننا نعير أهمية كبيرة لتطوير التعاون الاستراتيجي والشراكة الاستراتيجية مع الجمهورية الجزائرية الشعبية التي تقوم هذه الشراكة على تقاليد متجذرة وقديمة للصداقة والاحترام المتبادل. الحوار السياسي لم ينقطع ونحن على التواصل المستمر ونقوم بتنسيق جهودنا سواء بشكل ثنائي أو للمحافل الدولية. فالجزائر نعتبرها أحد أهم الشركاء التجاريين لروسيا الاتحادية في أفريقيا وفي العالم العربي. في عام 2018 ازداد حجم التبادل التجاري بأربع نقاط مئوية ووصل إلى حوالي 5 مليار دولار. تشتغل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني. مجددا أرحب بكم في روسيا، فأود أن أشكركم على تلبية دعوتنا والمشاركة في أول قمة روسية أفريقية في التاريخ في مدينة سوتشي. شكرا فخامة الرئيس. يودي أن أشكركم أولا على الدعوة وأهنيكم على المبادرة، مبادرة الدعوة لهذا اللقاء، و نهنئكم أيضا على حسن التنظيم لالتئام شمل الجمع الإفريقي بالمسؤولين الروسيين، فنعتبرها مناسبة جد ثمينة. وقد بيّنت التدخلات مدى الاهتمام الذي توليه القارة الإفريقية وقادتها لمستقبل العلاقات ما بين بلدينا. فيما يخص علاقاتنا الثنائية، أنا بدوري أشيد بمستوى التي هي عليه هذه العلاقات وأنها تشمل كافة المجالات، لكننا نتمنى أن تتطور أكثر. اللجنة المشتركة الروسية الجزائرية سوف تعمل على تحديد المحاور التي بالإمكان تطوير العلاقات بما بيناتها.